quitando la vida de nuestros familiares. Esto no puede ser. Por favor, respiradores, ayuda. دول ومراكز أبحاث، شركات أدوية ومخابر عالمية تتسابق كلها للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا. أسرع تطور في التاريخ من ناحية إعداد اللقاح. ربما هي من المرات القليلة في التاريخ التي يتسابق فيها العالم من أجل الوصول إلى حل ينقذ البشرية، بعد أن كانت الدول تتنافس في سياق التسلح. المهم والمفيد أن الأبحاث بدأت تعطي نتائج إيجابية. شركة كورفاك الألمانية أعلنت التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، ستبدأ التجارب السريرية عليه في مطلع الصيف، وسيطرح للاستخدام أول الخريف المقبل. البروفيسور الفرنسي ديديه راؤول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مارسيليا، أعلن فعالية العقار المستخدم لعلاج الملاريا في شفاء المصابين بفيروس كورونا. كتبت مع معاوني جان مارك لولاند قبل 10 سنوات أن الكلوروكين ربما يكون دواء المستقبل فيما يخص العدوى الفيروسية. وأظهرت الدراسة الفرنسية شفاء جميع المصابين بكورونا بعد علاجهم على مدى 6 أيام متواصلة بعقار هيدروكسي كلوروكوين والمضاد الحيوي إيزيثروميسين معا. الرئيس الأمريكي أشاد بالعقار الفرنسي، ومن المتوقع اعتماده رسميا في أمريكا. روسيا أعلنت أنها تختبر 6 لقاحات بدأت بإجراء التجارب عليها، وتتوقع طرحها للاستخدام في الأشهر 3 الأخيرة من العام. الصين أعلنت تجربتها 3 أنواع من الدواء أثبتت فعالية في تسريع الشفاء من المرض، إضافة إلى الطب الصيني التقليدي الذي عالج الحالات الخطيرة وقصر فترة البقاء في المشفى إلى 2 يوم. رغم حالة الذعر العالمية من تفشي وباء كورونا، إلا أن النتائج التي توصلت إليها الدراسات والتجارب تعطي بارقة أمل في التوصل إلى حل جذري في مواجهة الوباء، خاصة في ظل المنافسة بين الدول والشركات المصنعة. فهل تتوقع أن يكون علاج كورونا متاحا للجميع في وقت قريب؟